والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم محمد وهبة، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، موضحا أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف، حيث إن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول دون التأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم، مناشدة أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قاعدة البيانات ضرورة التسجيل من خلال مكاتب التموين أو المنصات الإلكترونية دعم مصر ومصر الرقمية. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش سينتهي خلال الربع الأول من عام 2024. وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التطوير أسفرت عن تقدم العديد من الشركات، ومن بينها شركة تنفذ مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوي الأسود والأبيض بطاقة تخزينية تقدر ب 75 ألف طن وبإجمالي تكلفة استثمارية تقدر ب 830 مليون جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر، وسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتستقر عند 85.28 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.86 دولار للبرميل بزيادة بلغت 1.9%. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.47% لتصل إلى 3.26 دولارات للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.47% لتسجل 3.42 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تشارك مصر في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023، والذي ينعقد خلال الفترة من 14 حتى 19 من شهر يناير الجاري بدولة الإمارات. وستشهد القمة سلسلة من الفعاليات، حيث سيتم انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا، وكذلك منتدى الطاقة العالمية للمجلس الأطلسي. كما سيتم إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، وإقامة الملتقى السنوي لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة. قال الرئيس المعين لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 سلطان الجابر
إن الإمارات تريد أن يركز المؤتمر الذي تستضيفه هذا العام على نتائج العملية واحتواء الجميع، مشيرا إلى استثمار بلاده 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم. ودعا الجابر في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمية المنعقد في أبوظبي إلى توسيع النطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة وغيرها. حذر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التحديات التي تواجه تمويل استثمارات النفط، مؤكدا أن الطلب سيرتفع على الطاقة، كما أن ضعف الاستثمارات نتيجة تلك التحديات سيزيد الفجوة بين العرض والطلب. وقال المزروعي أن تراجع الاستثمارات بقطاع النفط نتج عنه تراجع الطاقة الإنتاجية لدول تحالف أوبك بلس بنحو يقدر ب 3.7 مليون برميل يوميا، موضحا أن دول التحالف تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وهبة. أشكرك ميرنا.